هلا والله احلى شيء، كيفكم؟ عساكم طيبين؟ متوجهين الان الى صلاه العيد، الى صلاه العيد اذهبكم الله. طبعا اللي يسوق الوالد الله يحفظه. طبعا هذا حارتنا ايام اول عيد الان كلهم في الى. والحين بروح نصلي وين؟ الخسيف. ليتس جو. هلا والله احلى شيء. طبعا كمان صلاه الخسيف، كل عام طيبين. طبعا واحنا ماشيين وش سجادة. أنت خلني أصور اللي شفناه اليوم. الله يرزقني واحدة بس يا عسى ما تكون جي. الله يرزقني إن شاء الله ويرزق كل واحد في المقطع. ما شاء الله، الله يبارك لك ويبارك والله يكفي شرها ويعطي خير. صح طبعا الزحمه، طبعا الخسيف دائما كذا، ما نحس بالعيد لا لما نروح نصلي بالخسيف ولا ما نحس بالعيد. طبعا تم الصلاه الحمد لله، صلينا وكملنا. وكل عام انتم بخير، اهلا فاجين عيد اضحى سعيد، كل عام وانتم طيبين. وين جوده؟ لا والله ما عندنا. طبعا ما نحس بالعيد لا في خسيف ولا ها يعني ترى نخليهم هذا ولا ما هو بعيد. هلا والله احلى شباب، كل عام وانتم بخير وبالف صحه وسلامه من ارض مارب الحضاره والتاريخ. طبعا تمت صلاة العيد بنجاح، وش تمت هي مهمة هي، المهم كمان نصلي الآن يخطب. الحين ضروري نملم العائلة، نملم الأسرة. الحين عمي هناك وذاك هناك، كل واحد في وادي. المهم ما نحس العيد إلا صلاة الخسيف ولا ما هو بعيد. لا طبعا لازم نقولكم الأخبار أول بأول. الحين كمان الخطبة، الناس تناثروا من كل مكان. انا ابغى يطيح الجوال والله. شو اجواء العيد في مان؟ هنا يا سلام. شو عاد زارا عاد العيد انا استنى يا عفي. شوف احنا ما نسرع، احنا بس اللي ورانا يسرع ويزفف. شوف الاجواء، تبي تحس بالعيد تعال مارب. I'm gonna go to the hospital.